بسم الله الرحمن الرحيم. بيان من الديوان الملكي. ببالغ الأسى والحزن ينعى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود وكافة أفراد الأسرة والأمة خادم الحرمين الشريفين. الديوان الملكي السعودي ينفي ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل عن وفاة الملك سلمان. هل توفي الملك سلمان وتكتم ولي العهد على الخبر لحين ترتيب أمر الحكم؟ السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس. مساكم بالخير. عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس وسحب على 100,000 جنيه مصري. كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورة شراب وتكتب تم في التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة. التفاصيل كاملة. حقيقة الخلاف بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومحمد بن زايد. تصدر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومحمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محركات البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي بسبب ما تم تداوله من قبل وسائل الإعلام حول الخلاف ما بينهم وأن حبل الود انقطع بينهم. تحدث التقرير عن الخلاف ما بينهم وأن الخصام كان منذ 6 أشهر، وأن محمد بن سلمان هدد بفرض حصار على الإمارات شبيه بالحصار الذي فرضته الدول الخليجية على دولة قطر عام 2017. في ظل تولي والده لمنصب ولي العهد في العام السابق، تولى محمد بن سلمان مهام رئاسة ديوان ولي العهد برتبة وزير في عام 2013، وتولى الملك سلمان العرش وتعيين محمد بن سلمان وزيرا للدفاع عند وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز في يناير 2015. الديوان الملكي السعودي ينفي ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل عن وفاة الملك سلمان. انتشرت العديد من الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد صدور أمر بتعيين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود رئيساً لمجلس الوزراء. يبلغ الملك سلمان من العمر 84 عاماً، تم تعيينه وزيراً للدفاع بعد وفاة أخيه، كما أن الملك سلمان كان أميراً لمنطقة الرياض لأكثر من 50 عام. يحتل خادم الحرمين الشريفين المركز 25 من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله مؤسس المملكة السعودية. هل توفي الملك سلمان وتكتم ولي العهد على الخبر لحين ترتيب أمر الحكم؟ منذ الأحد الماضي ومنذ أن أدخل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في مدينة جدة غربي المملكة لإجراء فحوص طبية، وتنتشر الإشاعات بشأن الوضع الصحي للملك بن سلمان، وخاصة بعد أن نشر الديوان الملكي بيانا له بشأن اتخاذ الفريق الطبي. قرر بقاء الملك سلمان في المستشفى لبعض الوقت للراحة بعد إجرائه لعملية فحص بالمنظار للقولون. شهدت السعودية إنجازات لافتة وغير مسبوقة في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتنظيمية، تضمنت أعمالاً ومشاريع ومبادرات سريعة، وتقدمت السعودية في تقنية المعلومات والاتصالات والحكومة الإلكترونية تقدماً كبيراً وضعها في المراتب الدولية الأولى. حقيقة وفاة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز. تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً حول وفاة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وكما العادة بعدما يتم تداول خبراً عن وفاة رئيس دولة أو شخصية مشهورة أو رجل أعمال يملك ثروة هائلة أو أمير دولة أو ممثل مشهور، يتم بث إشاعات كثيرة دون التأكد من الخبر، ويتم تداولها من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. ويسعى فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية للبحث عن الحقائق ووضعها أمام القارئ والمتابع، بحيث وضعه أمام الحقائق كاملة، إذ بحث مطولاً عن حقيقة وفاة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، إلا أنه لم يجد أي إشارة تدل على ذلك الخبر، بعدما بحث الفريق بكل ما يخص الأسرة الملكية في السعودية. التفاصيل كاملة. حقيقة الخلاف بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومحمد بن زايد.
تصدر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومحمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محركات البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي بسبب ما تم تداوله من قبل وسائل الإعلام حول الخلاف ما بينهم وأن حبل الود انقطع بينهم. تحدث التقرير عن الخلاف ما بينهم وأن الخصام كان منذ 6 أشهر وأن محمد بن سلمان هدد بفرض حصار على الإمارات شبيه بالحصار الذي فرضته الدول الخليجية على دولة قطر عام 2017 في ظل تولي والده لمنصب ولي العهد في العام السابق. تولى محمد بن سلمان مهام رئاسة ديوان ولي العهد برتبة وزير في عام 2013 وتولى الملك سلمان العرش وتعيين محمد بن سلمان وزيرا للدفاع عند وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز في يناير 2015. الملك سلمان بن عبد العزيز يتصدر البحث بعد خبر وفاته، ما حقيقة ذلك؟ الملك سلمان بن عبد العزيز يتصدر مؤشرات البحث على جوجل بعد انتشار شائعة وفاته، وهو ما كشفته العديد من المصادر المقربة، موضحة أن جميع المعلومات التي تم تداولها عارية تماما عن الصحة، والهدف منها خلق حالة من البلبلة في صفوف المواطنين داخل المملكة العربية السعودية. هذا المقطع مفبرك ولا صحة لوفاة الملك سلمان ملك المملكة العربية السعودية. تناقل بعض الناشطين على منصة الفيسبوك مقطع فيديو يدعي ناشروه أنه يبين أعلان وفاة الملك سلمان بن عبد العزيز مؤخراً. نشرت إحدى صفحات الفيسبوك الادعاء بتاريخ 13 إبريل 2023 مرفقاً بالتعليق الآتي: من دون تصرف. حصد الادعاء نحو 56 تفاعلاً و2000 مشاهدة و5 مشاركات حتى تاريخ كتابة هذا المقال 14 إبريل 2022. إثر ذلك أجرى فريق فتبينوا تحرياً حول حقيقة الادعاء المتداول فأسفر عن الآتي: هذا المقطع لإعلان وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز ولا صحة لوفاة الملك سلمان بن عبد العزيز. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالاً وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سبب انتشار وفاة شائعة بن سلمان؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.